قلبي مفتوح لها قوي يا رقيه. قلتي الواد علي انك هتزوريهم بكره؟ جت ما لقيتهوش، لكن مش حنان، حصل استناه لغايه ما يجي واقول له. بقول لك ايه يا انيس، اطلعي يا اختي منها الله لا يسيئك. اطلع من ايه يا رقيه؟ يعني سيبي الواد علي للبنت زهره بقى يصطفلوا سوا. زهره؟ وانا مالي امال زهره؟ حد جاب سيرتها؟ يو، ما انت عماله مضغوطه على التانيه عندي في البنت زهره من اول الحكايه وانت مش بلعها بتحربي فيه. يا رقيه يا زهره خلاص، ملهاش مكان في حياه علي من زمان. لا يا اختي، لا لا يا اختي، هما الاثنين عمالين يلفوا ويدوروا حوالين بعض كده من بعيد لبعيد، انا عارفه مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص. يا ساتر، لو عندك كلمه طيبه قوليها لهم يا انيسه بدل ما انت عماله كده فورتينا بينهم. ايه ده، انسي بقى، شعرنا شاب يا اختي، شعرنا شاب، مش عايزه تنسي ابدا ان زهره تبقى بنت نازك ضر اختك. زهره ايه ونازك ايه يا رقيه؟ انت مش داريه يا اختي باللي بيجرى حواليكي. فوقي يا حبيبتي، ما تلخبطيش عيش على ام الخير. لا يا اختي مش دريانه، دريني. انت ناسيه ان زهره خليت بعلي من زمان وجوزت غيره من سنين. وايه كمان؟ حصل كتير وكتير قوي، وكله على ايدك يا حبيبتي. معلش بقى ما تاخذنيش، اصل انا كنت في المستشفى اندهلت عن الدنيا. لا لا يا رأي، انا مش قصدي يا اختي، وحكايه المستشفى دي يا اختي ما احنا كشفناها، عملها فيك المخفي طليقك واخوكي طلعك على طول. يا عالم بقى، الدور على مين المره دي؟ يحدفني فيها تاني. بعد الشر عليكي يا اختي، عمري ما كان قصدي افكرك بيها ولا كان عارفه. عارفه يا انيسه، عارفه، انتوا بس بيتهيألكوا. طب راحه فين؟ ما كملتيش لقمه العشاء؟ صمت صمت يا انيسه، خلاص انا في اوضتي، هخرج منها بعد بكره. خلو، اللي هيفتح عليا هيتاذي. مساء الخير. مساء النور يا علي. مساء الخير يا عمتي. مالها يا عمتي يا ماما؟ صامت عن الكلام والاكل يعني. الو، حضرت الملف يا ناجي بيه؟ ايوه جاهز، وانا جاهز حسب الميعاد. طب اسمع بقى اللي هقوله لك ونفذه بالحرف الواحد، واظن مفيش داعي انبهك ان اي اشاره هتدلنا على ان البوليس دخل في الموضوع يبقى لهانب بنت عمك هتفارق الحياه في لحظه وتبقى في خبر كان. مفهوم، قول. هتركب عربيتك لوحدك، بكررها لك مرة تانية، هتركب عربيتك لوحدك وتنزل في ميدان باب اللوق، تركن العربية وتركب المترو، تنزل في محطة حلوان، هتلاقي هناك عربية تاكس أجرة اسكندرية، تروح للسواق وتسأله توصلني سيدي جابر بكام، هيقولك اللي تدفعه، تفتح الباب اللي جنبه وتركب معاه. وبعدين؟ الباقي هيقول لك عليه وتسمع كلامه، مفهوم؟ نفذ اللي قاله لك بالحرف الواحد وما تخافش. السيارة أجرة اسكندرية تتجه إلى القاهرة، منتظرها عند كوبري الملك الصالح، وسنكمل المتابعة. حاول ما تقلقش، مفيش حد ماشي وراك. عند الفندق اللي جاي ده وهتنزل، هتخش الكوفي شوب، تقعد على الترابيزه اللي عليها الشنطه دي، هتستنى، هيجيلك واحد ويقول لك الجو حر والرطوبه عاليه، تسلمه الأمان.
ازاي؟ سيب الملف وامشي بسرعة. مش قبل ما اعرف الاول ايه علاقتك بالموضوع ده؟ ما تضيعش الوقت في الكلام، هبقى فاهمك بعدين. سيب الملف ده دلوقتي وامشي. عادل بيه بدري؟ ايوه. هات الملف ده وتعالى ورايا. اللي هي نمرة سيادتك بس هناك فوق. وصل علي بيه. اتفضل علي بيه. الملف عاد بيه. وامر تزرق في سويد هناك 107 وادم المفتاح. لازم الاستاذ عادل يرد عليها. اجي الحمد لله على سلامتك يا عم. ايه الموضوع بالظبط يا استاذ عادل؟ كلموني قبل ما تيجي انت وناجي يا سياده النقاد، وحذروني من اي محاوله لابلاغ البوليس، وهددوني بانهم ممكن يخلصوا على امر نهائي، فاضطريت انفذ كل اللي طلبوه. ايوه بس كان لازم تكون ثقتك فينا اكبر من كده يا استاذ عادل. انا اسف، ما حبيتش اعرض حياه قمر للخطر. انا اسف يا استاذ ناجي. الملف خرج من الاسانسير لايدينا يا عادل. الراجل اللي اخذ منك الملف لقانا مستنيينه على باب الاسانسير. قبضنا عليه هو والسواق اللي معاه وبنستجوبهم. على فكره يا قمر هانم، في معلومات مهمه قوي محتاجينها منك. افتكرش اللي اعرفه هيفيدكم كتير. قمر هانم، انت تقولي واحنا اللي نقرر نستفيد ولا لا. عموما احنا مقدرين حالة الارهاق العصبي والجسمي اللي اكيد بتعاني منها بعد التجربة المريرة دي. احنا هنسيبك تتفضلي تروحي الليلة، ولما تستريحي خالص بعد اذن الاستاذ عادل هبقى اجي ازوركم في البيت واستفسر عن بقية التفاصيل. هتلاقيني ببيت بابا في شارع البقلي. يعني برضه مصممة تقعدي في بيت ابوكي؟ ماليش بيت تاني. قمر خلاص هناك يبقى وصلها انت. استنى بس يا عادل. يا عادل ايه اللي عملتيه ده يا قمر؟ مفيش حاجة جديدة يا ناجي. مش فاهمة ايه اللي خلاكوا تتصوروا اني ممكن اغير رأيي علشان اللي حصل. عموما انت مينفعش تقعدي لوحدك تاني. ده اللي كان لازم يحصل من الأول. غلبت فيك يا قمر، انت اللي رفضتي. لا يا طنط، وجودي هنا هيعقد المشكلة أكتر وهيخلي عادل يتصور حاجات مش صحيحة. بعدين انا عايزه اسايسه لغايه ما يوافق ان هو يطلق. انا موافقك يا قمر، وده وضع مؤقت لغايه ما ندبر لك مكان تستقر فيه بشكل طبيعي. واليومين اللي هتقعدي فيهم هنا انا هتصرف في حته واقعد فيها. وليه هتعقدها بالشكل ده؟ انا اللي هروح اقعد مع قمر في بيت بابا، ومن الليله أركب يمين، أركب يمين، أركب يمين، أركب
في رخصك لو سمحت. اتفضل. رخصك مظبوط همشي على ميلك شويه. حاضر. اتفضل يا استاذ. شكرا. اهلا وسهلا يا استاذ عادل، اتفضل. حفلة ايه دي؟ عيد ميلاد الدكتور مازن. اه. زهرة بره؟ زهرة هانم في اوضتها فوق بتلبس. انا طالع لها، ما تقولش لحد ان انا هنا. حاضر، اتفضل. قول تاني يا عم شن، فين المليان؟ الله، هم مش هيفتحوا البوفيه بقى. انا في شهر 9 هكمل 45 سنة، يعني مازن أكبر مني بشهرين. بس معلوماتنا بتقول إن الدكتور مازن لسه ما كملش 35 سنة. يعني ده عمر زهرة تقريبا. زهرة ما كملتش 23 سنة يا هاني. يلا بينا نطفي الشمع. إيه استني شوية يا حبيبتي، استني لما زهرة تنزل تطفيه معانا. يا جماعة تعالوا شوفوا الرئيس السادات بيقول إيه بعد ما وصل من أمريكا. إحنا مش طايق أعيش في الحلمية دي خالص. أنت مش قلت إنك هتسافر يا عادل؟ تبقى هانت خلاص. ابتديت اتردد في حكايه السفر دي يا زهر. لو سافرت هترفع دعوه طلاق بحجه غيابي والمحكمه هتطلقها. عايز تلخبط مشاريع مستقبلك كلها عشان ما تديش فرصه للقمر انها تتطلق. انا لا يمكن اسمح لها تبني سعادتها هي وابن عمها على انقاض سعادتنا. ما تديها فرصه تانيه معاك يا عادل، خصوصا ان الموضوع اللي كان سبب الخلاف بينكم انتهى خلاص، وحكايه مامتها انكشفت. يعني اعتقد انها دلوقتي ايه بس يا زهر؟ انا قايل لك اللي حصل في المباحث. كنت مستعد انسى، كنت مستعد حتى اهرب من السؤال اللي مدوخني ومجنني ومتوهني في توهمه. سؤال ايه يا عم؟ ليه الناس اللي خطفوها اتصلوا بناجي السماحي وما اتصلوش بيا انا؟ مين اللي قرب لها؟ جوزها ولا ابن عمها؟ ومعنتها ايه غير انهم واثقين بارتباطهم ببعض؟ ومن الناجي السماحي ممكن يعمل اي حاجه عشان يخلصها. بس انت فهمتني انهم اتصلوا بيك انت كمان يا عادل. في الاخر يا زهره، في الاخر عشان ابقى مجرد وسيط تضحكوا بيه على البوليس ويامنوا نفسهم. هي دي المساله كلها. لما ناس زي دي تعرف ايه قمر بالنسبه لناجي وايه ناجي بالنسبه لقمر، يبقى الموضوع معروف والحكايه باينه وكل الناس عارفه، وانا بقى مجرد ولا حاجه. عادل ارجوك يا عادل، ولا حاجه عشان خاطري ما تعملش في نفسك. يا هتجنن يا ضهر، هتجنن. ولا تتجنن ولا حاجه يا عادل، حتى لو كانت زرونك في محلها وشكك حقيقي اوعى تنهار بالشكل ده. اوعى يا عادل، بص لقدام وانسى كل حاجه، انسى كل حاجه يا عادل. ما تديش فرصه لاي بنت في الدنيا انها تضيعك. طلقها يا عادل. زهرة انتي قاعدة هنا والناس كلها قاعدة. ايه ده؟ انت هنا يا عادل؟ مالك يا عادل؟ في ايه؟ مفيش. مش وقته دلوقتي يا ماما، بعد الحفلة ما تخلص هنبقى نحكي لك على كل حاجة. أنا مش مرتاح في الحلمية، متهيألي أنت كمان مش مبسوطة. اتسرعت وجيت هنا بعد ما اتخانقت مع بابا، لكن ما عنديش استعداد ارجع له تاني. زهقت يا عادل، في كل بيت مشاكل بتتفرض عليك غصب عني. هنا مثلا ماما وجوزها بيضغطوا عليا عشان اتصرف لهم في فلوس مبالغ كبيره، متصورين ان انا اقدر اجيبها لهم من بابا. ايه الحكايه؟ نفس المحاوله برضه حاولوها معايا وفشلوا. مشروع المستشفى يا سيدي حطت فيه كل اللي حيلتها، والفيلا دي بعتها له وهتقدم له العقد ديت عيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا روحي، بس ده كتير عليا قوي يا حبيبتي. الدنيا كلها مش كتير عليك. امي طول عمرها كده ومش هتتغير. بقول لك ايه؟ ما تيجي ناجر لنا شقه انا وانتي ونستقل ونبعد عن المشاكل دي. تصور يا عادل، عمري ما حسيت ان ليا بيتي يبقى بيتي بتاعي،
ملكي انا. ايه رايك في شقه علي في الزمالك؟ ما تبصليش كده، انا هشتريها منه، يعني انا اللي هكون في الصوره. وبعدين هو مستقر دلوقتي في الحلميه مع عمتي وخالته، وما اظنش هيسيبها طول ما شيرين موجوده. هو لسه يا عادل مش اتقدم لها ورفضته؟ الظاهر عاوز يعمل محاوله تانية. بقول لك ايه، ما تيجي نقف معهم شويه. بس الغريب ان رئيس السادات كان بيتكلم في التلفزيون بعصبيه قوي. هم بيقولوا ان بعض العناصر هناك نظموا مظاهرات ضده. متهيألي كمان انهم ما تجاوبوش معاه وقالوا له ان الاوضاع في مصر مش مستقره وان المعارضه ضده بتزيد يوم عن يوم ولازم يشوف له حل. واضح على فكره ان الكلام ده مظبوط لحد كبير، عشان كده هو راجع ومحمر عينه لكل اللي بيعارضوه. تصريحاته النهارده معناها كده. الخوف من الاولاد بتوع الجامعات المتطرفه. عديلي زي ما انت عارف عميد في مباحث امن الدوله، قال لي ان اكتشفوا اكتر من مؤامره لاغتياله وبلغوه بيها وحذروه. لا يا راجل، السادات ده يا اخوانا راجل شجاع جدا وما يهموش كل الكلام الفارغ ده. ده وقت ما يحب هيضربهم الضربه اللي تخلص عليهم نهائي. ايه رايكم يا هوانم نشوف لنا احنا حاجه بقى نتسلى بيها؟ يلا. انا شخصيا معاه، لازم يضربهم. ده مؤاخذه يا كاتر. قول لي يا عادل الحق، انت وفدي ولا من بتوع التجمع؟ عادل بيه اكيد وفدي. انا اسمع ان سليم باشا كان وفدي قديم. لا، سليم باشا هو في زي سليم باشا؟ سليم باشا ده كان وفدي وسعدي واحرار دستوريين، ولما قامت الثوره ايد عبد الناصر. على فكره عادل، انا اسمع ان واحد من الراسماليين الكبار القلائل اللي استثناهم عبد الناصر من قوانين التاميم. ابويا اتامم زي كل الناس التانيين، ومصنعه اللي في الحلميه دلوقتي معروض للبيع، واللي بيبيعه القطاع العام. غريبه قوي، امال الثروه المهوله دي كانت فين او جت منين اذا كان اتامن فعلا؟ متهربه بره يا دكتور. سليم باشا كان راجل عقر. سوري يا عادل بيه، قصدي كان عقليه اقتصاديه جباره. حازم لازم اشوفك. بلاش دلع، انت هتعمل زي العيال الصغيرين. عندي ليك اخبار، لما اشوفك هقولك. افندم. افندم ده ايه؟ اوعى يا ابني. ايه ده؟ الظاهر ان انا وصلت على حفله، ولا يمكن عارفين ان انا جاي وعاملين لي ريسبشن. خالي عاصم. زهرة. خالي. ازيك يا خالي؟ مين؟ انت كمان ازيك؟ عاصم اخويا. ناصج. عاصم يا حبيبي يا عاصم. ازيك يا بابا؟ بجد يا عاصم حاجة مش معقولة. تلات ليالي وانا بحلم اني بتخانق معاك وكأن قلبي حاسس. وانا يا ناظم من ساعة ما نزلت المطار ورحت الاوتيل وغيرت هدومي وانا بوضب نفس الخناقة اتخانقها معاك المرة دي. المرة دي هغيظك ومش هتخانق معاك لانك وحشني قوي يا عاصم. والله يا عاصم بيه، احنا دايما كنا بنتابع اخبارك، وعلى فكرة حاولنا كتير نتصل بيك، بس كل مرة كنت انت بتهرب في اخر لحظة. نطلب مكتبك في باريس يقولوا ده لسه نازل لندن، نطلب لندن يقولوا ده طلع حالا على جنيف. مفيش تليفون واحد تعمله لي يا عاصم. دوامة والله يا ناظم، انا ساعات كتير كنت بنسى انام. المهم انتوا عاملين ايه يا ولاد؟ اخباركم ايه؟ ده عزالها عاد. انتوا واقفين كده ليه؟ اتفضلوا بقى روحوا شوفوا ضيوفكم، انا هقعد مع عادل وزهرة، وبعد ما تخلص الحفلة دي نبقى نقعد كلنا مع بعض. معقولة ده؟ هيكون راح فين؟ ايه ده يا حبيبي، يمكن راح لحد من اصحابه. ما خلاش نمرة في الأجندة ما طلبتهاش، كلهم بيقولوا ما حدش شافه الليلة. يمكن راح لباباه. بابا مش في البيت يا ماما. طب يا علي اهدى وتعالى كلك لقمة، هو عادل عيل صغير. أكيد هو. لا، عادل معاه مفتاح. يمكن ضيعه ولا نسيه. مساء الخير يا علي بيه. جلال. أنا آسف يعني إني جيت في وقت متأخر زي ده. بس في الحقيقة ما قدرتش استنى للصبح. خير؟ الأول اتفضل. شكرا. ماما الأستاذ جلال شهاب. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أنسة. أهلا وسهلا. ممكن نتكلم فين يا علي بيه؟ تعالى نقعد في المكتب. في ظرف سنتين بس بقى اسم عاصم السلحدار بيتردد على ألسنة الناس في عواصم كتيرة قوي، هنا وفي أوروبا وفي أمريكا. ومع تردد الاسم همسات فيها خطورة. بقيت لغز يا خالي. ولا لغز ولا حاجة، ما انت عارفة يا زهرة، الصدفة بس هي اللي خدمتني. راجل الأعمال السويسري اللي اتعرفت عليه هنا وأنا تقريبا صايع،
انبسط مني في كام شغلانه عملتها له وخدني معاه واشتغلت، والفرص جت واحده ورا التانيه. انا في يوم وليله سمعت انك بقيت رجل اعمال كبير قوي، انت تاجرت في ايه بالظبط؟ في حاجات كتير، محاصيل زراعيه، مواد خام، اغذيه. ده الغطا بس يا خالي، لا اخطر تجاره في العالم النهارده يا عادل. مخدرات؟ مخدرات ايه يا مجنونه انت كمان؟ ما بعتش كتير، ما هي تجاره السلاح اخطر واغلى. سلاح؟ اختك دي بتسمع للاشاعات وبتصدقها؟ مش اشاعات يا خالي، تحب اقولك ايه اللي خلاك تزور القاهره دلوقتي؟ مفيش سبب غير انكم وحشتوني، لو اني ابتديت اندم ان انا جيت. جرى ايه يا صهر؟ بتتحرشي بيه ليه؟ انا اسفه يا خالي، ما كانش قصدي ازعلك طبعا، بس في الحقيقه في الجولات اللي انا عملتها عشان شغلي في السنتين اللي فاتوا سمعت كلام كتير قوي. مش بقولك اديتي ودنك للاشاعات؟ يعني حضرتك مش جاي القاهره دلوقتي عشان حاجه متعلقه بالحرب اللي دايره بين العراق وايران؟ انت صحفيه شاطره يا زهره، بس نصيحه مني، الصحفي الشاطر هو اللي يعرف يميز بين الاخبار وبين الاشاعات. ولعلمك بقى انا جاي المره دي عشان اعمل مشروع استثماري يرجعني مع الوقت، لاني ناوي استقر. خلاص ما دام حضرتك قلت كده. خلاص بقى سيبك من مهنتك شويه وخلينا نتكلم عنكم. عاملين ايه؟ قول لي عادل عامل ايه مع مراتك؟ وانت يا زهره مفيش اخبار جديده عن علي بدري؟ جميل، وبعدين؟ وبعدين في ايه يا علي بيه؟ ايه رايك في ده؟ عايز اعرف رايك انت. رايي واضح جدا، جريمة تزوير بتتم في مجموعة الشركات بتاعتكم، وأكيد مالكش علم ولا علاقة بيها. والتزوير في الدفاتر مش معناه تهرب من الضرايب وبس، لا ده معناه إيه يا أستاذ جلال؟ حضرتك ما قلقت عينيك وسهرت الليالي عشان تفحص دفاتر شركات المجموعة عشان تدور على جريمة؟ أنا ما كنتش بدور على حاجة محددة يا علي بيه، أنا كنت بأدي عمل الروتين العادي جدا جدا وفوجئت بده، ومش متخيل إنه ممكن يتم بمعرفتك وموافقتك. هي مسألة موازنة عشان الضرايب ما تحسبناش على أرقام مش حقيقية. إحنا بندفع فلوس كتيرة على الإكراميات والهدايا. بندفع فلوس لناس كتيرة عشان نتخطى روتين الموظفين والعقليات البيروقراطية. قصدك رشاوي؟ أيوه رشاوي. ما تبصليش كده. مش إحنا اللي عينا الموظفين اللي بيرتشوا واللي بيوقفوا المراكب السايرة لما قبضوش. مش إحنا اللي حطيناهم في المواقع الحساسة دي عشان يتحكموا في أشغال الناس ومصالحهم. وطبعا مش احنا ربناهم غلط وافسدنا اخلاقهم. احنا فوجئنا بيهم موجودين في كل حته لنا فيها مصلحه لازم تمشي. وعشان تمشي لازم تدفع. حتى لو كان لازم تدفعوا لهم يا علي بيه، ادفعوا لهم من ارباحكم وبرروها قدام نفسكم باي منطق اخلاقي يعجبكم، لكن ما تحملوهاش للحكومه. الحسابات الحقيقيه لازم تثبت في دفتر الضرايب، انما العمولات الاكراميات والهدايا وكل الرشاوي تتحملوها انتوا من ارباحكم، يعني جزء من متاعب التجاره وخسائرها، والحسبه في الاخر برضه لصالحكوا يا اخي. انت لسه برضه ما حرمتش، لسه بتتعاطى شعارات عهد الانغلاق والشموليه. الشعارات دي كانت حياتك وحياتي يا علي، كانت كلها كده، كانت سراب. ضيعت نص عمري ومش هسيبها تضيع اللي فاضل. ومع ذلك يا علي بيه، القضيه اللي جاي اتكلم معاك فيها النهارده مش مرتبطه بنظام اشتراكي او راس مالي، ملهاش علاقه بنظام انغلاق او انفتاح، ومش مرتبطه اساسا بنظام شمولي او ديمقراطي، انما هي قضيه خلقيه عامه. تعرف يا علي بيه ان اكبر جريمه في الولايات المتحده الامريكيه قلعه الراسماليه التهرب من الضرايب. يا سلام، اسمع من بوقك ربنا ونبقى زي الولايات المتحدة الأمريكية. انت عارف ايه المشكلة الحقيقية يا جلال؟ مشكلة اننا رقصنا على السلم، وفي ظروف زي اللي احنا فيها دي لازم نمشي حسب الطيار ما هو ماشي، وده اللي احنا بنعمله. مش ممكن، مش انت علي البدري اللي انا عرفته. انت عرفتني فين؟ مش في المعتقل؟ والمعتقل ده كان نتيجه ايه؟ انا ما بتكلمش عن الظروف السياسيه،
انا بتكلم على الاصل ايه، مش غباوتي انا، مش اختياري الغلط. بالمنطق ده يبقى مفيش لا مبدا ولا عقيده. بالظبط، المبدا والعقيده هما السجن الحقيقي، السجن اللي خرجت منه مش هدخله تاني ابدا. حتى لو كان المبدا والعقيده في السياسه سجن، لكن مهماش كده في الاخلاق، في المؤثر العليا، في القيم، في الاخلاق. ايه ده انت هتخطب لي؟ بقول لك ايه، دروس في القيم والمبادئ والاخلاق اتعلمتها من زمان، مش محتاج لك تعلمها لي. خد الورق روح نام واستريح، بس ما تنساش حاجه واحده، مجموعه البدري ليها سياسه وانت بتخدم السياسه دي. اسف مش حاضر. يبقى فكر في القرار لازم تاخده وتبلغني، بس ما تنساش حاجه. اتفضل. ما تنساش اني فتحت لك باب عريض وانت رفضت تدخل. متشكر قوي. تصبح على خير يا علي بيه. وانت من انا هستناك بكره في مكتبي عشان تبلغني خلاص. فرصة سعيدة جدا يا أنيسة. سلام يا أستاذ جلال، يا ريت تبقى تشرفنا كتير. كل محاضرة يا هانم. ما تفرطش فيه يا علي. هو مين يا ماما؟ الراجل اللي جاي لك في نصاص الليالي، قلبه واكله عليك، وبينور قدامك ضلمة بتجري لها بالمشوار. صودي جلال شيء؟ أنت سمعتي؟ أنا عمري ما عملتها. ما كانش قصدي، بس اضطريت لما لقيته جاي في استعادي والخطر بيطل في عينيه. ما تشغليش بالك يا ام علي، دي تفاصيل شغل عاديه. بس هو جلال شهاب طول عمره كده، قط وجمل زي ما بيقولوا. اسمع كلامه يا حبيبي، ده راجل مخلص ونضيف وبيحبك. انت بس تريحي نفسك وتطمني، انا فاهم كل حاجه وعارف ارتب امور ازاي. علي انا كنت بعدت لما شفتك ماشي في الطريق ده، وعهدت نفسي اسيبك منك لروحك. جيت لي محتار ومدد ايديك، قلت يبقى لسه في امل، عشان كده قبلت اجي اعيش معاك هنا. اوعى تفتكر اني جيت معاك هنا بعد اللي عمله توفيق، عشان مش لاقيه مكان يقويني ولا بيت يساعني. يا ماما انا عارف، وانا محتاج لك فعلا. يبقى لازم تسمع كلامي يا علي. انا ما اعرفش في شغلك ولا فاهمه ايه اللي يقصده جلال شهاب بالظبط، بس حاسه ان في غلط وعايزاه يفضل جنبك. حاضر حاضر، هيفضل جنبي. واللي يشور عليك بيه تنفذه. معينه مكان احسن بقى. يا سلام يا علي، انت محتاج له، محتاج لضمير صاحي جنبك. خلاص خلاص، كل اللي تقولي عليه ماشي، بس انت اقعدي كلي لك روما عشان انت صرت كتير قوي للاد ولازم ترتاح. ايوه. ايه ده؟ انت فينك يا عادل؟ اصل خالي عاصم جه. وانا يمكن اضطر ابات هنا الليله. ايوه هفوت عليك بكره، عايزك ضروري في المكتب. سلام. اه خال، هتيجي معايا بكره؟ انت قلت انك عايز تشوف ابويا. اه طبعا، ده وحشني جدا. وبالمناسبه تبارك له. ابارك له على ايه خير؟ اصل البرنسيسه الصايعه سابت له البيت وخدت الولد ومشيت. نوران مستحيل. معلومات ماما قديمة قوي. ايه ده؟ في خبر اهم، الباشا هيتجوز. ايه؟ تاني؟ قولي رابع. ما انتوا الاتنين بتتسابقوا، كل واحد فيكم عاوز يضرب رقم التاني. لقاك اتجوزتي الخامس، قالك اشمعنى انا؟ بطل تعليقاتك الرزلة دي. ورزلة ليه بقى ست ماما؟ مش هي دي الحقيقة؟ انت اخر واحدة تتكلم عن الجوازات الفاشلة يا مدام زهرة. يا جماعة احنا هنسيب المهم نقعد نتخانق على الفرعيات؟ قولي يا عادل، مين بقى سعيدة الحظ اللي وقع عليها اختيار الباشا المرة دي؟ حظر فظر. ما تتكلم يا أخي، أنت هتعملها لنا فزورة؟ لا، ما أنت أصلك هتنبسطي قوي يا نازجهان، المرشحة الجديدة للجلوس على عرش إمبراطورية البدري، شهبانة حمدية. نهار أسود، الرقاصة؟ الباشا ده اتجنن ولا إيه؟ لا اتجنن ولا حاجة، إحنا في وقت كل الأوراق اتلخبطت فيه، أي حد ممكن يعمل أي حاجة. إلا دي باباك لازم يتحجر عليه يا عادل. والله زمان يا نازك، بيقول التاريخ ما بيكررش نفسه.
فاكره يا نازل لما جيت لك هنا وقلت لك لو اتجوزت الولد الصغير ده هيحجر عليكي؟ سليم هو اللي كان بعتني يوميها عشان كان عايز يحميكي. يا ترى انت برضو المره دي عايزه تحميه؟ ترتيبات ايه بقى يا حمديه؟ هو مش كل جواز يلزم له ترتيبات يا بشبشتي؟ اه طبعا، بس الترتيبات دي بقى تخصك انت بالذات. انا جاهزه من مجاميع، بس العده تخلص. الترتيبات اللي انا بتكلم عليها بيت جديد نتجوز فيه وعفش جديد، الكلام ده كله يخلص في 24 ساعة. الترتيبات بقى اللي انا بقصدها مسألة تانية خالص. زي ايه؟ زيك انتي. انا؟ وانا مالي فيا ايه؟ ناقصني ايه يا بشبشتي؟ شوف يا حمدية، انا راجل ليا وضع خاص في المجتمع، ليا برستيج، بطون يعني منش لسطة زكريا ولا الكابتن مصطفى رفعت، انا سليم البدري. على عيني وعلى راسي، بس مش فاهم. افهمك، اللي تتجوزني لازم تبقى مراتي بس، ملهاش صفة تانية، مهيش الفنانة فلانة ولا الرقاصة علانة. يعني ايه؟ تقصد ان انا اسيب الشغل؟ نهائي والى الابد. مش ممكن، مستحيل، الشغل ده حياتي، عمري. سيبك من كلام الجرايد ده، الكلام اللي بتقوليه للمجلات الفنية ياها. لا لا لا، انا بكلم جد، مرات سليم باشا البدري مش ممكن تبقى رقاصه وصاحبه كباريه تسترزق من فتحه ازايز الويسكي ونقطه الزباين اياها. انت هتبقي الليلي، عارفه يعني ايه الليلي؟ ست محترمه في بيت محترم، متجوزه راجل محترم. ومين بقى قال لي عينيا ان انا مش محترمه؟ انا فنانه يا باشا. لا لا، شغل الكباريهات والعوالم ده ملوش دعوه بالفن ولا يمت له باي صله. على العموم انا بعرض شروطي وانت حره تقبليها ترفضيها، انت حره. انا كان ممكن اقول لك نتجوز في السر ولا عرفي، بس انا راجل احب امشي في النور. لما قررت اتجوزك ناديت ولادي وقلت لهم فكري على مهلك يا حمديه، ولما توصلي القرار بلغيني. صباح على خير يا حمديه. هان اللي قاله بالحرف. انت سمعتي يا فتونه؟ انتوا الاتنين كان صوتكوا عالي قوي وانتوا بتتكلموا. قولي لي رايك ايه يا فتونه؟ اسمع كلامه، انا محتاره. انا من ساعه ما سبت البيت لابوكي واتطلقت وانا حاسه ان انا مش واحده، رغم الشهره والفلوس. كان نفسي احس ان انا واحده، ست ليا بيت وراجل مسؤول عني. فضلت ادور واحلم طول السنين اللي فاتت دي مع رياض ومع مصطفى، ما لقيتهاش. اهو سليم البدري بيعرضها عليكي. يعني رايك اسمع كلامه واسيب الشغل؟ طبعا يا ماما طبعا، دي فرصه مش هتتكرر تاني.